أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وهذه فقرة التقارير. مارك زوكربيرج اللي أسس موقع فيسبوك ما كانش متخيل أبدا أن مشروع اللي هو عمله ده أو الموقع اللي هو عمله هيستخدم في الثورات العربية وإسقاط الأنظمة. بس عموما المصريين كشفوا أن هم يقدروا يعملوا حاجات كتير جدا بهذا الموقع فيسبوك. 10 سنين مرت على إنشاء موقع فيسبوك. تعالوا نشوف التقرير اللي جاي ونرجع لكم تاني. منذ 10 سنوات لم يكن أحد يتخيل أن يحل موقع ما اهتمام الملايين حول العالم ويصبح جزءاً لا يتجزأ من أنشطة حياتهم اليومية، لكن موقع فيسبوك استطاع تحقيق هذا، بل واستطاع أيضاً صناعة التاريخ حين كان أداة المصريين للحشد لثورتهم في 25 يناير. وكشأن أي ابتكار جديد تباينت آراء المواطنين حول الفيسبوك. انا شايف ان الفيسبوك الفتره ديت يعني خد شهره كبيره قوي عن زمان، وهو اصلا كان السبب في اللي حصل في 25 يناير وكده. بس شايف من بعد 25 يناير كل اللي حصل فيه غلط. كل واحد عايز يجمع ناس، بيعمل صفحه، بيعمل اي حاجه، بيقوم جاي مجمع الناس وهو قاعد في بيتهم يهيج الشباب وخلاص، وكله ينزل يتخانق ويضرب ويكسر، هو قاعد ما بيعملش اي حاجه. فالفكره ان ده ليه مميزات وليه سلبيات. مش شايف ان في حاجه ايجابيه في الفيس حاليا، احتمال كان زمان، بس دلوقتي ما بقاش في اي حاجه ايجابيه، كله بقى كلام وكذب وروم، يعني اشاعات كتير قوي، وبقى بيلخبط اكتر ما هو بيفيد. بالنسبه لي الايجابي فيه انه بيخلي ناس تقريبا تتواصل اكتر مع بعض، او نعرف نوصل لبعض اكتر من الاتصالات العاديه. السلبي فيه انه يعني ممكن يبقى فيه حاجات ضاره، انه زي قرصنه، او الناس بتاخد اكونتات ناس، او بيعملوا هاك لاكونتات ناس وبيستغلوا صور او حاجات زي كده كتير. لو استغلناه كايجابي اوكي بينجز معانا كايجابيات، لكن احنا كعالم ثالث بنستغل كل حاجه ايجابيه بنصنفها للطريقه السلبيه. يعني الفراغ الجامد خلى الشباب بيقبلوا على الفيسبوك مش علشان يتبادلوا المعلومات، لا دول علشان مثلا يتناقشوا في مواضيع تكاد تكون لا ما بتقدمش، فهو الفراغ يقرب الناس من بعض اكتر. بس في ناس دلوقتي ممكن مثلا تقعد تتكلم مع من يعني عليه، وممكن لدرجه احنا ما نشوفش بعض كويس، فكل وقت اللي هو بقى ادمان، فيسبوك بقى ادمان دلوقتي. لم تكن نية مؤسس موقع الفيسبوك ان يستخدم موقعه لاطلاق الثورات، لكن المصريين كشفوا عن امكانيات اكبر للموقع، وربما يكون هذا هو الحدث الأهم في سنوات الفيسبوك 10. رجعنا لكم مرة أخرى مشاهدينا، ولازلنا معكم في فقرات التقارير. كلمة فلول بقينا بنسمعها منذ 25 يناير، وهي معناها بقايا نظام سابق. 25 يناير قامت علشان تحاكم نظام مبارك أو تسقطه، وفي ناس كتير بتقول إن الأيام دي بدأ الفلول يرجعوا تاني. مش عارفين بقى الفلول دول هل هم راجعين فعلا تاني ولا راجعين فقط ليشوهوا ثورة 30 يونيو. خلينا نشوف التقرير ونعود مرة أخرى، ابقوا معنا. إسقاط نظام مبارك ومعاقبة رجاله كان على رأس المطالب التي من أجلها قامت ثورة 25 يناير، لكن الآونة الأخيرة شهدت عودة بعض من رجال هذا النظام للظهور على الساحة الإعلامية، وهو ما أثار حفيظة البعض وترحيب البعض الآخر. الناس فائت بعد 25 يناير وبعد 30 يونيو، شعب وعي وصحي ولا يسمح ابدا الا بكل من هو يخدم الوطن، انما اي فلول ولا اي حد تاني يعني خلاص خد دوره واتكشف خلاص. مين هم رجال مبارك؟ احمد عز، زكريا عزمي، فتحي سرور. الناس دي لو اديتها فلوس دلوقتي عشان ترجع تصور مع حضرتك دلوقتي مش هتوافق. الناس دي كفايه اللي جرى لها، كفايه اللي حصل لها، الناس دي عايزه تعيش في حالها. اذا كان الشعب المصري لفظ الفلول او الاخوان او غيرهم من الفصائل التي كانت لا تعمل لصالح الوطن، لا شك ان هذه الفصائل ستظل مرفوضه من قبل الشعب المصري. سواء الفلول موجوده رجعت او لم ترجع،
الكل امام القانون واحد، لو في حاجه تدينهم يتحاكموا زيهم زي غيرهم، لان الظلم لا، الظلم لا، الكل امام القانون سواسيه. ما اعتقدش ان رجال مبارك هيعودوا تاني بنفس الاسلوب بتاعهم، العوده كلها للشعب المصري باسلوب جديد بثوره جديده. فرجال مبارك باسلوبهم القديم استحاله ان الشعب هيقبلهم مره تانيه. فاللي موجود دلوقتي كله ان الشعب لازم يثور ويبدا ثوره جديده من داخله. فمفيش حاجة اسمها رجال مبارك ولا رجال مرسي، المفروض رجال مصريين، كل رجال الأعمال يبقى رجال مصريين بيحبوا مصر وبيشتغلوا عشان مصر، مفيش حاجة اسمها رجال مبارك، العصر ده انتهى وكلنا نهيناه. رغم الإحباط الذي يعانيه كثيرون بسبب عودة رجال مبارك للظهور، إلا أن البعض منهم لا زال يعلق آمالا على القضاء المصري لمعاقبة من تسببوا لسنوات في إفساد الحياة الاجتماعية والسياسية. عودة رجال مبارك للظهور إعلاميا أو في الصحف مش معناها أن هم يرجعوا للحكم، لذا بس وجب التوضيح. أنفلونزا الخنازير أو فيروس H1N1 الحقيقة هو كان ظهر من كام سنة في مصر وأثار رعبا شديدا في المجتمع المصري وفي الشارع المصري، ولما رجع ظهر مرة تانية نفس الهلع ونفس الرعب. تعالوا نشوف التقرير الجاي عن أنفلونزا الخنازير ونعود مرة أخرى. ذعر ملأ قلوب المصريين في الآونة الأخيرة، ويبدو أنه أصبح ذعرا موسميا تجسد في فيروس أنفلونزا الخنازير، إذ بلغ عدد الوفيات إلى العشرات من ضحايا هذا الفيروس. ومن ثم كان للشارع المصري الرأي في ذلك، فما هي الإجراءات الاحترازية لكل مواطن على حدة؟ كمواطن عادي هحاول ان انا ما اتواجدش في اماكن التجمعات الزحام الكتير، واحاول برضو ان انا في بداية فصل الشتاء ان ممكن ناخد اللي بيبقى فيه حقن مخصوصة لموضوع الانفلونزا ديت. هو مرض متجدد كل شتاء خدت بالك، وبعدين هو اساسا يعني التواجد هو الحل، يعني هو سبب العدوى الرئيسية، فهنتجنب التواجد، ومع النظافة والاحتراز وبتاع مش عارف ايه، وفي مصل بيتاخد في الاجزخانات. اي شوية برد بيجوا للواحد، الواحد طبعا بيضطر دلوقتي، الاول ما كناش بنجري على الدكاترة، دلوقتي بنجري على الدكاترة لازما. من ساعة الانفلونزا الطيور والانفلونزا الخنازير الواحد بيخاف من اقل شوية هواء، من اقل شوية برد. من الجدير بالذكر هو مدى توفير وسائل التوعية الصحية من قبل وزارة الصحة، لا سيما في ظل ما صرحت به نقابة الأطباء بعد وقوع إصابات أيضا من بعض الأطباء أنفسهم. وعلى هذا التعامل الطبي لهذا الفيروس والسرعة في ذلك هو الفيصل الذي ينتظره المواطن العادي. المفروض أنا أحس أن الدولة مش مدية اهتمام للموضوع ده، أن هي المفروض يعني تدي نصايح وإرشادات للمواطنين، حتى الحاجات الأولية والأساسية اللي هم يتعاملوا لما يكتشفوا المرض، وبعد كده بقى يقولوا التامي فلو أو المضاد الحيوي ده الواحد يشتريه إزاي ويتناوله إزاي. دور وزارة الصحة ودور وزارة الزراعة فالمفروض تعمل احتياطاتها للقضاء على هذه على موضوع الخنازير وعلى موضوع الإنفلونزا الطيور برضو، وبنطالب وزارة الصحة بالاهتمام بالمواطن المصري أكتر شوية، وتوسع المستشفيات زي التأمين الصحي وزي المستشفيات العامة فيها برضو إهمال كبير جدا. حضرتك المفروض وزارة الصحة تصدر إن إحنا نعمل إيه، إنما لحد دلوقتي وزارة الصحة ما صدرتش إيه الحاجات الوقائية اللي ممكن الإنسان يعملها، فده دور وزارة الصحة، إنما أنا معرفش نعمل إيه. الوقاية خير من العلاج، مقولة تبحث عن مكان لها في مصر حتى الآن. ومع وقوع حالات الإصابات ومن ثم حالات الوفاة، المواطن المصري في حاجة للطمأنة على صحته وصحة أسرته. عفى الله مصر من كل سوء. حنان راضي، قناة دريم. عفى
الله مصر من كل سوء. شكرا للزميلة حنان راضي على هذا التقرير، وإن شاء الله ما يكونش في حالات وفاة بفيروس H1N1 مرة تانية. انتهت فقرة التقارير مشاهدينا لهذا اليوم، وبعد الفاصل هيكون معنا فقرتنا الرئيسية أحوال الناس. معنا حوار مطول مع المهندس عبدالله فوزي رئيس مجلس إدارة شركة المترو، وهيكلمنا عن حاجات كتير جدا من تطورات وأيضا صعوبات. ابقوا معنا.